من حق كل مواطن مصري انه يفتح مشروع يبيع ويشتري ويكسب لقمة عيش من خلاله، تغنيه عن اللجوء لأي أشكال غير قانونية، لكن بشرط ان يكون كل ده في إطار قانوني وتحت سمع وبصر الدولة المصرية والحصول على التراخيص اللازمة. وعلشان كده فرضت الدولة عقوبة قانونية شديدة على كل شخص يفكر انه يفتح محل سواء بقالة او غيره من غير ما يحصل على ترخيص. ايه هي العقوبة القانونية دي؟ تابعونا وهتعرفوا التفاصيل. قطاع عريض جدا من المواطنين المصريين بيكسب قوت يومه الأساسي من فكرة فتح محلات لبيع البقالة أو غيرها، وبتحاول الدولة المصرية أنها تقنن أوضاعهم في قالب قانوني من خلال منحهم تراخيص مزاولة العمل وفتح محلات يأكلوا عيش من خلالها ويصرفوا على نفسهم وأولادهم، عشان يكون في رقابة عليهم، خاصة الرقابة الصحية للحفاظ على سلامة المواطنين المصريين المتعاملين معاهم، وفرض عقوبات على فتح محلات بدون الحصول على ترخيص. ووضع قانون المحال العامة تعريف للمحل العام، وهو كل منشأة بتستخدم لمباشرة أي عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أي مادة بناء تانية، أو كانت في أرض فضاء أو في العائمات أو في أي وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري، وده باستثناء المنشآت السياحية الفندقية والصناعية. وبيستهدف قانون المحال العامة التيسير والتبسيط بغرض ضم القطاع الأكبر من المحال غير المرخصة بتقنين وضع المحال للمخالفة. وعن عقوبة تشغيل محل بدون ترخيص، بينص قانون المحال العامة على معاقبة كل اللي بيقوم بتشغيل محل بدون ترخيص بغرامة، وفي حالة تكرر المخالفة بتكون العقوبة الحبس أو الغرامة. ووفقا لنص المادة 30 من قانون المحال العامة، يعاقب كل اللي بيقوم بتشغيل محل بدون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20,000 جنيه ولا تتجاوز 50,000 جنيه، وفي حالة العودة لارتكاب نفس الفعل بتكون العقوبة الحبس مدة ما تقلش عن 6 شهور وما تزيدش عن سنة، والغرامة المشير إليها أو بأحد العقوبتين كمان قفل المحل على نفقة المخالف. ويعاقب بنفس العقوبة كل اللي بيقوم بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من القانون بدون اختار مسبق للمركز المختص، أو إذا تضمن نموذج الاختار بيانات غير صحيحة. وفرض قانون المحال العامة عقوبة بالحبس وبغرامة ما تقلش عن 10,000 جنيه وما تزيدش عن 20,000 جنيه في حالة تقديم الشيشة بدون تصريح، أو اللي حصل على مقابل خدمة على الفاتورة الصادرة عن المحل العام، أو وضع حد أدنى للأسعار نظير التواجد بالمحل العام أو تقديم الخدمات. ومنح القانون الجديد مهلة 6 شهور من صدور القانون لأصحاب المحل لتوفيق أوضاعهم. وتم منح المحلات اللي بدون تصريح تصريح مؤقت بالتشغيل لمدة 6 شهور مقابل رسم تأمين لا يتجاوز 500,000 جنيه لحد ما يتم توفيق أوضاعهم. ونصت المادة 25 من قانون المحال العامة على أنه لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحل تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد المحلات بدون ترخيص من المركز المختص، وده بعد سداد رسم مش بيتجاوز 20,000 جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، وبيتم إثبات الكلام ده بالرخصة الصادرة للمحل أو اختار مأمورية الضرائب المختصة. وفي الختام بنتمنى من كل الراغبين في عمل مشروع محل للبيع والشراء انه يلتزم تماما بالحصول على كل التصاريح والتراخيص المطلوبة من الجهات الحكومية المختصة، وعدم مخالفة القانون علشان ما يتعرضوش للعقوبة اللي بتوصل للحبس والغرامة.